السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في الحلقة السادسة من تجربتي في اسطنبول. اتصل بي أحد الأصدقاء المخلصين الناصحين وقال لي: يا حسام، أنت مش خايف تخسر جمهورك باللي أنت بتعمله ده؟ الحقيقة أنا قلت له: يا عزيزي، جمهور الشرعية بين قوسين جمهور منافق، انا ادعيله بالهداية، اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويتسق مع نفسه، لكن الحقيقة انا غير مهتم برأيه فيا وما يكتبه عني بصراحة. يعني الحقيقة قال لي: ليه بتقول عليه انه جمهور منافق؟ قلت له: طب انا هقولك. واضح جدا وانتشر جدا ان معتز مطر كان مشارك في اعتصام وزارة الثقافة ضد الدكتور محمد مرسي، وكمان نشر له فيديو شهير بعد مذبحة رابعة العدوية بيدين فيها الرئيس مرسي ويقول ان الفريق السيسي بالتأكيد نصحه، ومعروف انه راح لزيارة البير شفيق وكان عايز يشتغل في اون تي في، البير حرق له. تمام، جمهور الشرعية عارف الكلام ده كله، لكن مش فارق معاه. المهم طالما معتز بيهاجم الخصم السياسي بتاعي فأنا ومعاه وبدعمه مهما كان. فقال لي صاحبي: يا أخي، ما يمكن معتز تاب. قلت له: هو اللي بيتوب هيشترط على الدكتور باسم خفاجة في التليفون لما اتصل بيه وقال له: تعالى يا معتز تركيا، انا هفتح قناة واسميها قناة الشرق، يقول له تحط لي 30,000 دولار في البنك قبل ما اتحرك من مصر. التوبة لوجه الله مش لازم فيها فلوس. قلت له: طب هقولك على سر تاني. احد المعدين اللي كانوا بيشتغلوا مع معتز ايام كان في قناة احرار 25 قال لي شخصيا، هذا المعد ما شاء الله بقى مذيع شهير، قال لي: انا سبب الخير اللي فيه معتز ده كله في تركيا. معتز كان هيعلن استقالته على الهوى من قناة احرار 25 وانا اللي نصحته انه ما يعملش كده، ولو كان اعلن استقالته على الهوى ما كانش باسم خفاجة خده تركيا ثم الخير الكبير ده كله. يا صاحبي يا صديقي، جمهور الشرعية جمهور منافق يعني، وفي تغريدات اتمسحت بعد المذابح، ومعتز انا ما بلوموش، ده راجل صنايعي، تديني فلوس الله غالب اشتغل الله غالب، البير شفيق لو كان شغلني كان الفريق السيسي نصحه، ده مهنته، لكن اللوم على الجمهور. يعني معتز لما كان كل مرة بيكتب على السوشيال انه هيحتجب انه مش هيظهر في الحلقة دي كان بيضغط على ايمن نور عشان يزود اجره. ايمن في الاواخر كان بيبكيلي في التليفون من اللي بيعملوا فيه معتز مطر، يعني هم تشاركوا في التآمر على شخصيات كثيرة، وفي الاخر لما معتز ملقاش قدامه اللي ايمن نور، بس خليها دي في سياقات اخرى يعني. لكن انا ما بلومش على معتز، ده راجل دي شغلته، لكن الجمهور، نفاق الجمهور، الجمهور اللي عايز اي حد يشتم خصمه السياسي ومش مهم عشان يزول هذا الخصم السياسي واعود الى التمكين. وقلت لصاحبي: تعالى هحكي لك حاجة تانية يا صاحبي. في يوم من الايام لما انتشرت فضيحة سيكو سيكو لاحد المشهورين، اتصل بي صديق عزيز الحقيقة، اعلامي شهير جدا 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 في قناة فضائية كبيرة جدا جدا جدا، بيني وبينكو هي اللي كانت بتدير الليلة في اسطنبول، بتدير الليلة اللي في اسطنبول يعني. تمام، قال لي: رأيك نعمل ايه في هذه الفضيحة؟ فضيحة كانت سيكو سيكو الكلام العيب. قلت له: اول حاجة تقول له يتقي الله ويلم نفسه عشان جمهوره اللي بيثق فيه واللي بيعتبره يعني بطل، اتق الله.
وما تخلوش يشتبك مع يوتيوبرز النظام، لان الفضيحة ثابتة عليه، ثابتة عليه، ثابتة عليه. واستنى يا صاحبي لما يعود للظهور بامور بقى الشرعيه والاسلام والبتاع، هيقطعوا هينصحوا هيوجهوا، مفيش مفيش. هقول لك حاجه كمان يا صاحبي، بتكلم معاه النظام برضو طبعا، لما حس ان هو الاعلام بتاعه مش قادر يواجه اعلام الخارج، بدا يطلع تسريبات سيكو سيكو. يعني انا مش هذكر طبعا اسماء وبتاع عشان الحرمانيه، ما اعرفش فخ الحرمانيه. احد التسريبات دي انا لما سمعتها قلت جماعة الاخوان المسلمين ستقوم بفصل هذا المذيع فورا، ده الراجل بيراود زوجة عن نفسها، زوجة عن نفسها، ودول الاخوان المسلمين، ده بكرة هيمشوه، ملهاش حل اخوان المسلمين. موضوع ولا تروى يا معلم، ولا تحول حتى لتحقيق. يعني النظام محول رضوى الشربيني للتحقيق عشان بوست كتبته قناة اللي بتشتغل فيها رضوى الشربيني، يعني اعلام النظام. وده ولا الدموع، ومفيش خالص، مفيش لوم، مفيش تحقيق. انا شخصيا توقعت ان من بكرة مش هيظهر على الشاشة، تسريب فاضح فاضح، لكن لقيتهم عادي. وبالمناسبة الاعلامي ده بيديهم بالجزمة، وهو بيني وبينك بعد التجربة ما اختمرت امامي، ومع حق هما ما يتعاملوش الا كده، يعني جزمة جزمة يعني على دماغهم بصراحة، حدش يقدر عليه طبعا. لكن انا كنت بتساءل عن هذا النفاق، ايه سببه؟ لاني زي ما بحكي لحضراتكم، شفت تطبيق، شفت الابليكيشن، فقلت ارجع للمصدر للسورس. لقيت حكاية في عصر استاذهم حسن البنا، عبد الحكيم عبدين صهره، لما كان الناس في 48 بعت مجاهدين هناك رحمة الله عليهم، وكان بيلف على بيوتهم ومع زوجاتهم، ومش عايز اوضح اكتر من كده. فبدأت الزوجات تشتكي، فحسن البنا عمل لجنة تحقيق، ادانت صهره، راح قام بفصل اعضاء اللجنة جميعا، عمل لجنة تانية برئاسة صاحبه احمد السكري، فادان عبد الحكيم عبدين، فقام بفصل اعضاء اللجنة جميعا وفصل احمد السكري اللي هو احد مؤسسين الجماعة، فصلوا عشان صهره اللي كان، انا مش عايز اوضح. طيب الكلام ده نشره احمد السكري، لكن يمكن احمد السكري ده مثلا موتور متضايق عشان اتفصل من الجماعة. لكن وانا ببحث اكتشفت ان في محاضر اتعملت في اسم السيدة زينب لسيدات بتتهم عبد الحكيم عبدين باللي بحكي لكم عليه ده، كلام العيب ومش عايز اوضح اكتر من كده، يعني ربنا يستر علينا جميعا. ففهمت ان الكلام ده عندهم عادي، عادي في سبيل التمكين عادي. حسن البنا استقبل ممارسات عبد الحكيم عبدين عادي لسبب لا اعلمه، وبحثت عليه اشمعنى كده، هل عشان اخته خاف يطلع اخته؟ لكن من يقبل هذا الفعل، من يقبل هذا السلوك؟ الحقيقه انا اترك لحضراتكم التعليقات. فقلت لصديقي هذا الجمهور هو جمهور منافق، منافق ما عندوش مانع يحط ايده حتى مع الشيطان في مقابل، اذا كان الشيطان ده يوجه الضربات لخصمه السياسي عشان يسقطه، ثم التمكين بعد كده، وبعد كده يقلبوا عليه ويغدروا بيه، مش مشكله. فهذا الجمهور الحقيقه ما اقدرش اقول ان انا اهتم بتعليقاته ضدي، ما اقدرش اقول اني اهتم برايه فيا، ما اقدرش اقول ان الحمد لله وشكر لله رب العالمين. النظام المصري في عز 11/11 الحاجة اللي دور عليها طبعا عشان ينتقص مني ومن اخلاقي، صورة اتنشرت بتكلم في المايك بجواري رولا الممثلة، بيني وبينها متر، وبتكلم في مؤتمر صحفي وبيني وبين رولا متر. يعني النظام بحث ودور، وطبعا 11/11 كنت عارفين الحالة كانت عاملة ازاي، بحث ودور عشان ينتقص مني، ما لقاش الا هذه الصورة اللي نشرها. ولو كان ضدي اي نقيصة فضل ربنا سبحانه وتعالى سواء في مصر او في اسطنبول،
كان النظام طلعها زي ما طلع التسريبات اللي سمعتوها. ده ما يفرقش مع الاخوان، اخوان البنا ما يفرقش معاهم الكلام ده. يفرق معاهم اذا كنت بتهاجم النظام وانت تحت ايديهم، فانت يعني حبيبنا ونتفاعل معاك ونكتب فيك احلى كلام ونخلي لجنة تدعمك، لكن انت مش تبعنا، مش تحت سيطرتنا، احنا بقى اللي نطلع عليك اشاعات بدل النظام. لو انت شخص نظيف احنا اللي نقول عليك كنت بتطلع تسريبات على الامن القومي التركي، احنا اللي نطلع عليك الاشاعات اللي انتوا بتقروها بقالكوا فترة دي، نطلع على ابنك اشاعات. فقلت لصاحبي انا اتمنى لهذا الجمهور الهداية، اتمنى له الهداية. ده جمهور لو فضل بوضعه ده انا اسف لا احترمه، لا اهتم برأيه، يعني ما يضرنيش اللي بيكتبوه الحقيقة، لكن انا احترم جدا كل شخص متابع كريم متسق مع ذاته، متسق مع مبادئه، متسق مع افكاره، عنده استعداد يراجع نفسه زي ما انا كمان براجع نفسي طول الوقت. واللي انا بعمله ده ما هو الا جزء من مراجعات لنفسي، هل انا اخطأت ان انا استمريت الفترة الطويلة دي في هذا داخل هذا المعسكر، وان كنت في السنوات الاخيرة ابتعدت خالص وبدأت يعني اشتغل منفردا، خصوصا بعد اغلاق برنامج رؤية، لما اغلق هذا البرنامج ابتعدت، لكن هل هذا كافي؟ هل كان لازم اغادر هذا العالم الزائف، هذا العالم المدعي من بدري؟ متى تأكدت من زيفه من خداعه؟ فهل انا اخطأت في الاستمرار هذه المدة وشاء الله ان انا ادفع هذا الثمن؟ كان لازم اكون اكثر صراحة من بدري، اكثر جرأة من بدري. فانا كمان براجع نفسي مع حضراتكم في هذه المراجعات اللي بحكي فيها تجربتي في اسطنبول. بشكر حضراتكم، هقرأ تعليقاتكم، اشتركوا في القناة عشان دايما الحلقات الجاية اكثر سخونة واكثر تفاصيل. هدفي الاجيال الجديدة، الشباب الجديد، ما تتخدعش ما تتخدعش، مش عشان انا عندي خصم سياسي اداري على الجرح، اكتم على الصديد، اسيب الصديد في الجلد يلتهب وبعد كده ممكن نوصل للبتر، خصوصا وان الصديد ده كما اختبرته كل همه كل همه الدولارات. بشكركم، هقرا تعليقاتكم، اشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.